مساء الخير جميعا، ونرحب بكم ونرحب بكم باسمكم بالأستاذ أحمد فراطة النائب البرلماني السابق، والذي كانت له مساهماته المشهودة وبالذات في الجوانب الاقتصادية والمالية، وحقيقة كانت له مداخلات متميزة في جانب الميزانية والحسابات الختامية والبرنامج الحكومي، وعند العديد من الأوراق التي ساهم بها في إغناء وإلقاء الضوء على العديد من الجوانب الهامة. ولذلك فنرحب به حقيقة اليوم ليعطينا مزيد من المعلومات وإلقاء المزيد من الضوء على هذا الجوانب، جانب الميزانية المالية وعلاقتها بالاقتصاد الوطني. ونعتذر أيضا باسمكم جميعا لأن شوية اليوم الظاهر الأجواء مأثرة على الحضور والمشاركة. عموما نرحب به وندعوه لتسليط الضوء من خلال الورقة التي سوف يعرضها لنا على هذا الموضوع، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تقدم بالشكر إلى جمعية التجمع القومي الديمقراطي على رأسهم الدكتور حسن العالي، وكان له دور في أن احنا نقدم لكم هذه الورقة اللي إن شاء الله تحوز على رضاكم. قسمناها الورقة إلى ثلاث أقسام. القسم الأول نتكلم عن الميزانية العامة والتناقضات اللي موجودة في هذه الميزانية، والجزء الثاني بنتكلم عن الميزانية ربطها بالاقتصاد الوطني، هل الميزانية تحقق الواقع أم مجرد حبر على ورق. والنقطة الثالثة بنتكلم أين المخرج من هذه، وإن شاء الله احنا حاطين بعض النقاط وبنشارككم فيها الأفكار وإن شاء الله تحوز على رضاكم. مثل ما تعرفون الميزانية العامة للدولة هي أهم وثيقة تملكها الدولة. هذه الوثيقة تكون فيها مجموعة من السياسات، منها السياسة المالية والسياسة الاقتصادية والسياسة المالية. احنا وزعنا هذه الأهمية على ثلاث نقاط. النقطة الأولى اللي هي الأهمية السياسية والأهمية الاقتصادية والأهمية الاجتماعية. من ناحية السياسية تعرض الميزانية على مجلس النواب، ومجلس النواب عندما يوافق عليها تصبح هذه الوثيقة وثيقة بقانون. ومن الناحية الاقتصادية ان احنا قلنا هذه الوثيقة اللي تملكها الدولة تتكلم فيها عن سياسات، عن النمو الاقتصادي، عن توزيع الموارد الاقتصادية والمالية، وكذلك بهدف تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي. من الناحية الاجتماعية هي تعمل على خلق التوازن الاجتماعي ما بين فئات المجتمع، وكذلك التفاوت والقضاء على الفقر، وكذلك من ضمان وصول بعض الخدمات لمستحقيها مثل ما تشوفون في الدعم الحكومي اللي تقدمه الحكومة. احنا لنين نتكلم الميزانية، طبعا ميزانية مملكة البحرين تعرض على سنتين. هل أن يكون الميزانية سنوية أم تكون لمدة سنتين؟ نشوف شنو الأفضل أن تكون الميزانية تعرض لمدة سنة أو لمدة سنتين. إذا مميزات الميزانية
طبعا المادة 9 من دستور مملكة البحرين تعد الحكومة الميزانية، مشروع الميزانية العامة للدولة الشاملة لجميع إيراداتها ومصروفاتها. يجب على جميع الإيرادات والمصروفات الدش في الميزانية العامة للدولة. مثل ما تعرفون إذا كانت سنة واحدة بيكون هناك دقة في البيانات، بيكون دقة المعلومات، سهولة رقابة البرلمان وأصحاب المعنيين الرقابة عليها، يتماشى مع الحساب القومي اللي يصدر كل سنة ويناقش مجلس النواب وتصدر الحكومة، فبيكون في هناك نوع من التوازي. ومعظم الشركات اللي تملك فيها الحكومة أو حتى الشركات الخاصة في القطاع الخاص والقطاع العام تصدر سنوياتها السنوية وليس كل سنتين. إذا جينا نقول الميزانية على مدة سنتين، على مدة سنتين بيكون صعب التوقع فيها لأن المدة 24 شهر بتكون فترة كلش طويلة، وعدم الدقة في المعلومات والبيانات، وكذلك هناك نوع من صعوبة في التوقعات، التقلبات اللي في السوق، سوق المال، سوق الاقتصاد، السوق النقدي، هذه كلها تأثر على الميزانية إذا أخذناها لمدة سنتين. طبعا هناك كل ميزانية لها قواعد، إذا اتبعنا هذه القواعد راح نوصل لبر الأمان عندما نتبع هذه القواعد. القاعدة الأولى الذهبية مثل ما سميناها القواعد الذهبية أن تكون الميزانية بشكل سنوي، مثل ما ذكرنا كان يكون من السهولة أنك أنت تراقب عليها صحة البيانات، دقة المعلومات بيكون فيها أسهل من أن تكون إياها على سنتين وتقلبات السوق. الشمولية، هل الميزانية عندنا فيها شمولية، جميع الإيرادات جميع المصروفات تدخل في الميزانية العامة للدولة؟ هذا يجب أن يكون يتحقق في الشمولية في الميزانية العامة للدولة. كذلك الوحدة، ميزانية موحدة لجميع الوزارات والجهات الحكومية ومؤسساتها. احنا بعد عقب شوي بنراويكم مجموعة اللي تدش في الميزانية العامة واللي ما تدش في الميزانية العامة، واللي تدش في الميزانية العامة لها إيرادات ولا يوجد لها مصروفات. كذلك التوازن، المعادلة ما بين الإيرادات والمصروفات وإيجاد فوائد في هذه، مثل ما نادى فيه اللي هو التوازن المالي اللي عرضته الحكومة في برنامج عمل الحكومة. مكونات هذه الميزانية، يعني من مكوناتها أن يكون هناك، ما يكون هناك تجاوزات في الميزانيات في أي باب من أبوابها المعتمدة في عندما يوافق عليها البرلمان. يجب أن تكون الميزانية هي معتمدة، تصرف مثل ما جاءت بقانون وافق عليها البرلمان. ما ندخل في أي نوع من الالتزامات مخالفة للأنظمة المالية والتعليمات اللي موجودة في قانون الميزانية. كذلك يعني الحفاظ على، لا يكون إذا ميزانيتي 10 مليون أصرف 12 مليون وإذا ميزانيتي 10 مليون أصرف 7 مليون. إذا صرفت أقل، هذه مثل ما تعرفون الدولة قاعد تستدين علشان أنها هي تغطي العجوزات في الميزانية، وهذا يؤثر على الدين العام، الاستدانة، كثرة الاستدانة. وإذا صرفت أكثر هذه معناتها أنا خالفت قانون الميزانية. من التناقضات اللي موجودة في هذه الميزانية نشوف أن هناك جهتين مسؤولة عن وضع السياسة الاستراتيجية الاقتصادية والمالية لمملكة البحرين. يعني المتناقضات اختصاص وزارة المالية أن هي تطبق سياسات الحكومة المالية والاقتصادية ومتابعة تنفيذها، وكذلك تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في طور الاقتصاد العام والسياسة المالية
وتقوم بمراجعة وتقييم لهذه الميزانية المالية بإجراء التخطيط الاقتصادي لها. يعني هذه من اختصاصات وزارة المالية. نأتي إلى الاختصاص الثاني المنحة المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2000 لاختصاص لمجلس التنمية الاقتصادي، كذلك هو الجهة اللي تضع الاستراتيجية المستقبلية للتنمية الاقتصادية في الدولة ومتابعة تنفيذها مع المؤسسات والوزارات الدولة. كذلك عندنا في دولة جهتين مسؤولتين عن وضع السياسة المالية والاقتصادية اللي هي وزارة المالية وعندك المجلس التنمية الاقتصادي. يوم وجهنا سؤال إلى وزير المالية عن وضع السياسة الاقتصادية، قال أنا غير مسؤول عن السياسة الاقتصادية في مملكة البحرين. صاحبنا السؤال وجهناه لمجلس التنمية الاقتصادية، كان ما في وزير مسؤول عن هذه عن هذا المجلس التنمية، حط وزير مسؤول، قالوا احنا غير مسؤولين عن وضع السياسة الاقتصادية والمالية لمملكة البحرين. سؤال جانبي لوزير المالية، قال ان الوزارات جميعها هي اللي تضع السياسة المالية والاقتصادية لمملكة البحرين. في الفقرة جيم من قانون الميزانية ان جميع الإيرادات للوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات اللي تملكها الحكومة سواء لو 1% أو 100% يجب أن تؤول إلى الميزانية العامة للدولة. يعني الشركات يجب أن نتجنب الاحتياط القانوني لذا الشركات، وبعدها الأرباح سواء كانت أو خسائر تتحول إلى الميزانية العامة للدولة، ويكون هناك نوع من الشفافية المعلومات والأرقام عند دخول هذه في الميزانية العامة للدولة. هذا الجدول يبين من ثلاث موازنات: ميزانية 2015-2016-2017-2018-2019-2020 يبين الإيرادات، مجموع الإيرادات ومجموع المصروفات، وتحتها الخط الأخير العجز. طبعا أنا إذا راتبي 1000 دينار وبصرف 1500 دينار معناتها أن أنا برجع أن بدين، بلجأ إلى التدين وإلى السلف، بتسلف بدين علشان أن أوصل للستاندر، علشان أن أنا أقدر أعيش عليه. راتبي 1000 دينار بس أن أنا أصرف كل شهر 1500 دينار. لتلاحظون المفارقات ما بين الإيرادات وما بين المصروفات، وتشوفوا الفرق ما بين العجوزات اللي وصلت لمليار مليار و300 مليون في نهاية 2018، وفي 2019-2020 نزلوا العجز، بس تنزيلة العجز هذه أثر على أشياء ثانية. الحين مع استعراضنا لهذه الميزانية بنراويكم بالأرقام شلون أن هذا العجز اللي في 2019-2018 نزل إلى 613 مليون. هذه الميزانية العامة للدولة، هذه الإيرادات اللي تدش في الميزانية العامة للدولة. طبعا احنا لما نناقش عندنا هذه، خدنا على ميزانية 2015-2016 عندنا 30 إيراد 89 مصروف. هذه طبعا الجهات اللي لها إيرادات في الميزانية ولها مصروفات، هذه الجهات، وهذه الجهات اللي ليس لها إيرادات بس لها مصروفات. تقريبا 89 جهة خدنا كمثل ميزانية 2015-2019. هاي مثل ما قلت لكم عندنا تضخم في المصروفات وشح في الإيرادات، نفس اللي واحد راتبه 1000 دينار قاعد يصرف 1000
وخمسمية دينار. هاي طبعا الميزانية التحويلية اللي يجب تبين في كل ميزانية اللي تليها علشان الانعكاسات. هاي طبعا الجهات اللي ما تدش في الميزانية العامة للدولة. هذه عندنا 17 هيئة حكومية ما تدش في الميزانية العامة للدولة، منها هيئة الكهرباء والماء اللي هي عندها 420 مليون ما تدش في الميزانية العامة للدولة، عندك جامعة البحرين ما تدش في الميزانية العامة للدولة، البلديات 105 مليون ما تدش في الميزانية العامة للدولة، عندك شركة ممتلكات تسام ب 20 مليون في الميزانية العامة للدولة، عندنا مصرف البحر المركزي كذلك ما يساهم في الميزانية العامة للدولة، ولا بنك الإسكان اللي ياخذ الأقساط من المواطنين، هذه ما لها حساب ولا تدش في الميزانية العامة للدولة ولا في الحساب العمومي للدولة. هذه كذلك نوغا ونوغا هولتينج 8 شركات، هاي ما يصير عشان ما يكون عندنا خلط بالنسبة حق الشركات اللي تنطوي تحت ممتلكات والشركات اللي تنطوي تحت الشركة القابضة للنفط والغاز، اللي هي النوغا والنوغا هولدينج 8 شركات، هذه منها شركة بني غاز وبابكو وبني غاز وجايكيك اللي هي البتروكيماويات، وهاي الثمان شركات اللي انتم تشوفونها ما تندرج في الميزانية العامة للدولة. طبعا هذه الشركات تأسست في عام 2007، من 2007 ل 2012 ما دخلت ولا فلس في الميزانية العامة للدولة، بدأت تدخل 56 مليون و 400 ألف في الميزانية العامة للدولة في 2017 و 2018 في ميزانية 2017-2018 يوم اكتشفنا أن هذه مو موجود في الميزانية العامة للدولة، بعد نقاشات طويلة مع الحكومة رجعوا هذا المبلغ للميزانية العامة للدولة، بس ميزانية 2019-2020 هذا المبلغ مو موجود في الميزانية المطروحة على البرلمان الحين. رغم أن هذه المساهمات القليلة بس أن هي ما تدخل في الميزانية العامة للدولة. هذه الشركات التابعة لممتلكات اللي تملك فيها الحكومة من 100% إلى 1% أو 0.5%. طبعا هذه الشركات كلها ما تدش في الميزانية العامة للدولة. هذه هنا عندنا السيستم قلب من عربي صار انجليزي عقب يبنالي، مع ان الارقام كلها بالانجليزي يعني، فمسامحة مر ما ادري شلون صار هني ميكس. فهذا الجدول اللي شرحته لكم كله بالنسبة حق اللي هي شركة ممتلكات، ترغبا ست شركات تملك فيها الحكومة أزد من 50% و 32 شركة تملك فيها الحكومة أقل من 50%، والشركة اللي هي الغاز اللي هي النوغا والنوغا هولدينج 8 شركات، هذه كذلك ما تدش في الميزانية العامة للدولة، والهيئات والجهات الحكومية 17 مؤسسة حكومية ما تدش في الميزانية العامة للدولة، أي مجموعها 73 جهة ما تدش في الميزانية العامة للدولة. احنا كيف نخلق نفس ما ذكرنا حمين شوي نوع من التوازن ما بين الإيرادات والمصروفات؟ إذا كان عندي ما يقارب في ميزانية 2015-2019 30 إيراد و89 مصروف، في ميزانية 2017-2018 47 إيراد و100 مصروف. الميزانية الحالية اللي معروضة على البرلمان فيها ميزانية 2019-2020 41 إيراد و102 مصروف، يعني ما يوجد نوع من التوازن المالي في هذه الميزانية. لكن لما أنا أضيف الجهات 73 جهة اللي مدش في الميزانية العامة للدولة، رقم أنها تساهم بمبالغ قليلة مثل ما قلت لكم أن ممتلكات تساهم ب 20 مليون، مع أن المفروض تساهم عدة مليار أو مليار وشيء عقب طرح التجنب الاحتياط القانوني. أنت لو بتلاحظون في المجموع يعني في السطر الأخير الإيرادات بتكون 103 إيراد 89 مصروف، بيكون في 2017-2018 120 إيراد 100 مصروف، وفي ميزانية الحالية المعروضة علينا بيكون 114 إيراد
و102 مصروف، يعني معناته أنا قدرت عندما أدخل جميع هذه الجهات بيكون عندي نوع من التوازن وفوائض في الميزانية العامة للدولة. هذه بشكل مبسط عرض عليكم الجهات وعرض عليكم هذا الجدول لكي نبين التناقضات اللي موجودة بالنسبة حد وضع السياسات أو الجهات اللي تدش في الميزانية العامة للدولة أم لم تدخل في الميزانية العامة للدولة. طبعا هذه خدمة كنموذج عشان راويكم العجز اللي راويتكم إياه 630 مليون، قلت لكم شلون صار من 1,300,000,000 صار 600. شوفوا هني شلون بدأ تنزيل هذه للخدمة كنموذج بس الميزانيات للوزارات الخدماتية اللي هي وزارة الإسكان، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأشغال. هذه طبعا وزارات خدماتية تقدم للمواطنين خدمات. شوف هني شلون ان احنا في هذه الميزانيات بدأ نوع من التفاوت في هذه الميزانيات. يعني في 2017 كانت وزارة الإسكان 100 مليون أصبحت 78 مليون في 2076 مليون في 2020. إني حق وزارة الصحة من 241 مليون صارت تقريبا في 2014 283 مليون. فهذه تلاحظون أن في نوع من التراجعات في هذه الميزانيات. وزارة التربية والتعليم من 318 مليون أصبحت 276 مليون. كذلك وزارة الإسكان من 43 مليون، احنا نشوف المصروفات صارت 30 مليون وقاعدة تقل هذه الميزانيات حق الشركات حق الوزارات الخدماتية. هذه طبعا جدول موجود في الميزانية العامة للدولة. أنا ما براويكم مال 2017-2018، براويكم مال 2019-2020. هذا الجدول من الميزانية العامة للدولة احنا طبعناه هنا بهذه الطريقة. لو تلاحظون الإيرادات مال البلديات مثل ما مبين قدامكم في 2019 100 مليون وفي 2020 105 مليون. المصروفات المتكررة 50 مليون و51 مليون. المشاريع 18 مليون و21 مليون. ومصروفات البلديات وأمانة العاصمة 64 مليون و 72 مليون، أي بما معنى أن 30 مليون فرق. هذه مثل ما قلنا في الميزانية التحويلية ما يتحول فيها عشان يتحول حق الميزانية اللي تليها في 2021. يعني الرقم الفرق ما بين المصروفات والإيرادات في هذه الميزانية ما تلاحظونه حتى في الميزانية اللي تليها. تعال خلنا نطالع في الأرقام اللي موجودة في الميزانية العامة للدولة. كذلك ما ورد في مشروع الميزانية اللي موجودة الماثلة أمامنا هذه إن إيرادات شؤون البلديات 3 مليون و950 في 2019-2020 481. كذلك التخطيط العمراني 250 ألف. المصروفات 5 مليون. مصروفات التخطيط 3 مليون. مصروفات المشاريع 2 مليون. عندنا مصروفات المشاريع وهي التخطيط العمراني 700 ألف. يعني لما نروح حق الجدول هذه والجدول هذه وإثناءاتهم موجودين في الميزانية العامة للدولة، احنا نصدق أي رقم؟ احنا هل أصدق أنا لما آيق أقول جميع الإيرادات 100 مليون و150 مليون إيرادات البلدية في 2019-2021 والمصروفات المتكررة 50 مليون و51 مليون، بينما هني المصروفات المتكررة 5 مليون. هذه موجود في الميزانية هني، إذا أحد بيطلع عليه موجود، هاي الأرقام موجودة في هذه التناقضات موجودة.
فهذه الأرقام المصروفات المتكررة، مصروفة المشاريع كلها مخالفة. هني 18 مليون، هني تقريبا 2 مليون، فرق شاسع. وفي فرق ما بين هذه الميزانية تقريبا 29 إلى 30 مليون ما تدور في الميزانية التحويلية التي تليها. الحين نتكلم احنا عن هذا الكلام كله اللي تكلمنا، شلون ان احنا نقدر نكيف ويا ارض الواقع الاقتصاد اللي احنا كلنا نلمسه ونعيشه. طبعا هنا تشوفون ايرادات وتشوفون مصروفات، هاي مثل اللي في الجدول السابق اللي رويناكم اياها. شوفوا الدعم الحكومي الانخفاض اللي فيه من 620 مليون الى 539 مليون، هاي بمعنى راح ينزل حتى الدعم اللي يقدم للمواطنين اللي شكل 60% من شعب البحرين يستفيد من هذه الدعوم اللي تقدمها الحكومه، الدعم الحكومي لهذه الفئه من المواطنين. تلاحظ ان هني فوائد الدين العام في ارتفاع بوتيرة سريعة، يعني من 477 مليون صار 697 مليون. هذه يشكل نوع من عندنا من الهاجس من التخوف. عندك العجز، مثل ما قلت لكم من الطبيعي أن العجز بيقل لما أنا أقلل المصروفات في هذه الوزارات اللي هي المحرك الأساسي للحكومة وليس القطاع الخاص في مملكة البحرين. لما نقول احنا ك اقتصاد ريعي وليس اقتصاد نشط، علشان يكون للقطاع الخاص لدوره الفعال، فالحكومة هي المحرك الأساسي بالإضافة إلى القطاع الخاص، بس الحكومة هي اللي تضخ هذه المبالغ في الميزانية العامة للدولة وتحرك. لما تقل هذه فنوع من الركود الاقتصادي اللي يصبح عندنا. مساهمات الحكومة، جميع مساهمات الحكومة في 2017 كانت 107 مليون، في 2020 نزلت إلى 69 مليون. هل أحد يصدق أن جميع المساهمات يعني يكون هذا المبلغ استثمارات الحكومية والعوائد مالت الحكومة مجرد بس 69 مليون أو 107 مليون؟ هذا رقم لا يصدق ولا يعقل. يعني إن ينحق عوائد النفط والغاز مثل ما قلت لكم في 2019-2020 مو موجودة، صفر صفر. حصة سوق العمل بدل ما تزيد قاعدة تنقص، من 30 مليون أصبحت 24 مليون، مع أن احنا شفنا كثير من الضرائب، كثير من الرسوم، كثير من الرسوم اللي فرضت بالذات في هيئة تنظيم سوق العمل. أحلى الطق أي زر في هيئة تنظيم سوق العمل في 5 دينار تدفع عليه، سواء كنت صادق أو كاذب، مجرد ما طق 5 دينار حسبت عليك أنجزت العملية ما أنجزت العملية. شلون الإيراد ينزل إلى 24 مليون حصة الحكومة؟ طبعا هيئة تنظيم سوق العمل اللي طلع أزم من 52 أو 60 مليون، بس حصة الحكومة من هذه اللي هو تقريبا قصدي أزم من 100 مليون وأكثر، لأن 20% تروح حق، كنا بنقول 50-50، الحين 20% حصة ال 20% اللي تروح حق الحكومة و 80% اللي تروح حق صندوق العمل تمكين، ويا ريت تمكين يستفيدون منه بعد المواطن البحريني. مثل ما ذكرنا إجمالي الإيرادات مال البلديات كان المفروض تدش في الميزانية العامة كانت 90 مليون 95 في 2017-2018 2019-2020 100 و105 مليون مثل ما عرضنا عليكم، هاي بعد ما تدش في الميزانية العامة للدولة. والدعم الحكومي مثل ما رويناكم إياه هني شلون قاعد ينخفض وبينخفض أكثر، لأن بيروح هناك أشياء كثيرة، لأن هاي مو موجودة في الميزانية العامة للدولة بقانون، أما موجودة بقرارات. في من حق الحكومة في أي وقت من الأوقات إن هي هذه الدعومات اللي تعطيها سواء علاوة القلاء أو المتقاعدين اللي تعطيهم إياها، هاي في أي وقت بإمكانها إن هي تشيلها،
لأن هي غير ملزمة بالنسبة حق هذين الشركات أو حق هذه الفئات. تقول الفئات قاعدة يقللون منها مثل ما كانت قبل يعطون اللحوم ويعطون البترول، احنا شالوا الدعم من غير ما يعوضون المواطنين بأي شيء، وحتى اللحوم يعني عوضون بأشياء بسيطة. وياي يعني على الباقي الحال، هنا عندنا الدين العام مثل ما تشوفون وصل 12 مليار في نهاية 2020، بيوصل 12 مليار، الحين واصل تقريبا 11 مليار ونص في نهاية 2018، أي 87% يشكل من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه يعتبر خطر كبير علينا احنا في مملكة البحرين. كثير من الاستدانة، كثير من الديون لتغطية، ياريت يؤخذ هذه المبالغ لتغطية العجزات في الميزانية العامة للدولة، ولكن يستدان أكثر بكثير من العجز اللي موجود في الميزانية العامة للدولة. ولهذا تشوفون أن أنتوا هذه الأرقام تحركت البوتيرة سريعة، أي ما يشكل الفوائد اللي على الدين العام وليس الدين نفسه اللي هو الـ 12 مليار راح ندفع في نهاية 2020 اللي هي 697 مليون، هذه تقريبا تعتبر 5 مرات من ميزانية الإسكان. احنا جينا هنا نسوي نوع من شبه من المقارنة ما بين الفوائد اللي تدفعها الدولة على الدين العام وما بين الإيرادات الغير نفطية اللي تحصلها من المواطنين اللي هي هذه قدامنا. طبعا مثل ما قلنا لكم خلنا ناخذ 2018، تشوفون الفوائد اللي على الدين العام 553 مليون، بينما الإيرادات الغير نفطية 537 مليون. معناتها كل اللي جمعناه لازم ان احنا بعد ندفع من جيبنا علشان نغطي على الفوائد اللي على الدين العام وليس الدين نفسه ال 12 مليار ونص الفوائد بس. يعني يا ابو زيد كانك ما غزيت. هذا طبعا الوضع الائتماني لمملكه البحرين من 2008 ل 2018، تشوفون وصلنا ان وضع البحرين الائتماني ان منطقة غير قابلة للاستثمار وغير جاذبة لرؤوس الأموال. هذه طبعا بعض الأمور اللي الحكومة قاعدة تضخم فيها المصروفات. لو شلناها من الميزانية العامة للدولة لوفرنا 1,152 مليون. هذه خذنا المثال على بعد ميزانية 2015-2016، لو خذنا على ميزانية 2019-2020 كان بتشوفون المبلغ أكبر من الموجود. يعني الهامش الربحي بعد للمصفاة 285 مليون يشكل، هذه لو بشكل الحسبيات بشكل بسيط حسبناها. عندك ال 150 مليون فصل حسابات بابكو عن وزارة المالية، هذه تكلفنا 150 مليون لما بني نفصل حسابات بابكو عن وزارة المالية. طبعا دعم طيران الخليج اللي هي خسائرها الحين تقدر بأزر من 240 مليون في السنة. طبعا احنا عندنا نوع من الإحصائيات، الإحصائيات هاي طبعا اللي موجودة من طيران الخليج موجودة عندي للأسف من 2006 ل 2011. هذه الشركات الخسرانة كلفت الميزانية العامة للدولة مليارات الدنانير. شركة طيران الخليج بس من 2006 ل 2011 كلفت الدولة 1,200 مليون، بينما خسائرها في 2012 كان 240 مليون. يعني تضيف ال 240 مليون إلى 1,020 مليون، الحسبة عندكم طبعا هذه لشركة طيران الخليج. وداما طبعا شركة عقارات البحرين كذلك عندنا من 2006 ل 2011، هذه شركة عقارية
شلون تخسر؟ يوم سألناهم قالوا هذه خسائر دفترية، الدولة خسرانة في هذه الشركة لحتى 2011 209 مليون. طبعا ما اتسع الوقت ان اخليهم، طبعا صح عندك نص ساعه بس هذه حبيت اقول لكم على الشفاه مو موجوده هنا. عندنا كذلك شركه الفورمولا حلبه البحرين الدوليه الفورمولا 1، الفورمولا 1 من 2006 ل 2011 خسرت الدوله 83 مليون و400 الف، هذه الاحصائيات حتى 2011، والخسائر قاعده تزيد على الدوله من دعمها لهذه الشركات الخسرانة اللي ذكرناها اللي تقريبا ما يقارب من 73 جهة اللي ما تدش في الميزانية العامة للدولة، وكذلك تخسر الدولة مبالغ طائلة. شلون الحين احنا نقول المخرج من تكلمنا عن الميزانية العامة والتناقضات اللي فيها، تكلمنا عن الاقتصاد بالأرقام وليس بأماني أو تمنيات أو مبادرات، هذه طبعا اللي عرضت عليكم أنا بالأرقام موجود في الميزانيات وفي الحسابات الختامية للدولة. طبعا الشكل إلى أين احنا ذاهبون، أين احنا متجهين، يعني ما تشوف أفق يعني يبشر بالخير في المستقبل القريب. طبعا كل هذه المعطيات، الميزانية العامة للدولة اللي تينا كل سنتين، برنامج عمل الحكومة اللي تينا كل 4 سنوات، عندك التوازن المالي اللي يجب أن يكون من ضمن خطط الحكومة، السياسات الحكومية اللي يجب أن يكون الحكومة إن توفر هذه اللي تخلق نوع من التوازن ما بين الإدارات والمصروفات أو تخلق نوع من الفوائد في الميزانية العامة للدولة. ديوان الرقابة المالية والإدارية 15 تقرير وصل لنا، وفي كثير من المخالفات ما نبي نقول من الفساد أو من التجاوزات، من المخالفات ولا لها أي حل لهذا اليوم. رؤية البحرين 2030 هذه نشوفها كرقم 2030 ولا نرى هناك خطة مراجعة شاملة على هذه الرؤية، لا توجد. هل واحد منكم سمع أن هناك في مراجعة على رؤية البحرين 2030 كل سنتين أو كل 5 سنوات؟ هل يوجد مراجعة عليها؟ ما سمعنا في أي مراجعة، وين احنا، وين وصلنا، وين بنكون، ما في أي نوع من الرؤية لدى الدولة لوضع خطط للتجاوز الأزمات اللي احنا تينا بالنحين والآخر. الدعم الخليجي مثل ما تعرفون موجود بس ما يدش في الميزانية العامة للدولة. طبعا ديوان الرقابة المالية والإدارية جاي علينا أكثر، هذه هاي في بعض الأوراق مو موجود هني. طبعا الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية، شلون أنا أخلق نوع من التوازن تحقيق النمو الاقتصادي مستدام، شلون أخلق نوع من، أنا أتكلم حين عن برنامج عمل الحكومة، برنامج ما جاء في برنامج عمل الحكومة يقول شلون أن أخلق نوع من تحقيق من النمو الاقتصادي المستدام في ظل هذا اللي شفتوه انت، وهل يكون عندنا نمو اقتصادي مستدام من الارقام اللي عرضناها، او انه يكون عندي هناك في دعم يقول لك لسوق العمل وتعزيز دور المؤسسات الناشئه والصغيره والمتوسطه والداعمه للنمو الاقتصادي. احنا نلاحظ من 2016 على ما اظن لليوم اكثر من 5000 شركه صغيره متوسطه متناهيه الصغر طلعت من السوق، خرجت من السوق، أزم من 5000 شركة، وهذه موجودة لدى السجل التجاري، موجودة هذه الأرقام. الحفاظ على استدامة الصناديق التقاعدية، شلون أنا أحافظ على استدامة الصناديق التقاعدية وأنا مخلي مبادرات التقاعد الاختياري،
والتقاعد الاختياري لم يأتي على طريق ضوابط، ما في ضوابط. حتى الواحد لو عمره 38 سنة يقدر يطلع، 40 سنة يقدر يطلع. فأنا ما خلقت نوع من التوازن ما بين اللي أو الخارجين من سوق العمل والداخلين في سوق العمل والخارجين من سوق العمل. هاي بعد بتصير عندي مشكلة، هذا عقب 5 سنوات بتصير عندي مشكلة. الاستدامة في الصناديق أصبحت الحين، قبل لا يأتي هذا القانون كان 4 على رأس العمل مقابل 1 متقاعد، علشان يكون على حسب تقارير الخبير الاكتواري أن هذه استدامة هذه الصناديق تكون 4 أو أكثر على رأس العمل مقابل 1 متقاعد. الحين أصبح 2 مقابل 1، وبعد فترة بيصبح 1 مقابل 1 أو بيصبح 0 مقابل أكثر من 5 في المتقاعدين. وهذه من كان الاستدامة في الصناديق بتكون العجز الاكتواري مثل ما قالوا في سنة 2031 بيصير 2023 أو 2022 أو 2024. يعني بدال العجز 25 مليون بيكون أزد يفوق 2 مليار إذا حسبناها كحسبة، بيزود أكثر من 2 مليار أو مليار وشي يعني بعد من الآن لأربع أو 5 سنوات قادمة إذا مشينا على هذه الحال. تأمين البنية الداعمة للتنمية المستدامة، شلون أنا أسوي بنية دائمة للتنمية المستدامة؟ أنا يعني مرة شلون هاي راح من هني، كان المفروض يكون موجود بس ما أدري الكمبيوتر مالكم الظاهر مو راكب على السيستم. أكان إحنا نطلع طبعا شرحناها، عندك اللي هو ضمان جودة واستدامة الخدمات الصحية، شفتوا انتوا شلون الميزانية مع الخدمات الصحية قاعد تقل. ضمان جودة الخدمات التعليمية، شفتوا الميزانيات على التعليم قاعدة تقل، وقاعدة تشوفون مدى مخرجات التعليم وتشوفون مدى ليحين أولادنا مو قاعد يقبلونهم في المدارس، ما في كراسي لهم لليوم. أعياننا ما قاعد يقبلونهم، يقول لك إن ما في كراسي، صبروا علشان نفتح المجال. هذه ثاني سنة يحدث فيها هذه الحال في مملكة البحرين، إن لا يوجد مثل يعني ما ذكر الدستور إن التعليم والصحة بالمجاني حق المواطن لمملكة البحرين، ولكن هذا يخالف المادة الدستورية إن التعليم الحين قاعدة معظم العوائل البحرينية في العام الفائت ودوهم مدارس خاصة، والسنة بعد راح يضطرون إنهم يسجلونهم في مدارس خاصة عشان لا يطوف عليهم هذه السنة. مثل ما تعرفون بعد اللي هي الخدمات الصحية صارت في تدني، طبعا الأخطاء الطبية في تزايد، المواعيد بالسنتين بالثلاث سنوات يلا الواحد يحصل موعد، عدم توفر الأدوية في الصيدليات، كل هذه ما نشوف ان احنا الأداء في هذه الوزارات او في هذه الخدمات في تحسن، انما في تدني. جودة الخدمات اللي هي الاجتماعية والتمكين المجتمعي اللي تقدم الدولة، مثل ما شفتوا ان الأرقام قاعدة تنزل وقاعد تسحب بعض اللي الدعوم اللي تعطيها الحكومة للمواطنين، اللي يشكل أزم من 60% من شعب البحرين يستفاد من هذه الدعوم. طبعا هذه بعد إن هي ما راح تستديم. عندنا كذلك كفاءة فعالية وكفاءة القطاع الحكومي، احنا ما نشوف هناك نوع من الأداء الحكومي إن فيه تحسن. دائما نشوف في الفترة الأخيرة يعني خاصة في 5 سنوات الأخيرة إن الأداء الحكومي فيه تنازل وليس في تصاعد في جميع الخدمات، وانتوا تلاحظون يمكن هالشيء في جميع القطاعات اللي موجودة. عندنا بس دقيقتين، عندنا ديوان الرقابة المالية والإدارية يالنا 15 تقرير، وهذه 15 تقرير في كثير من المخالفات وكثير من الفساد،
وكثير من التجاوزات ولكن لم يحرك لها أي ساكن. مشكلتنا إحنا إذا ما نعترف أن هناك في مشكلة، إذا نقول الأمور كلها طيبة وزينة ما نعترف أن هناك في عندنا مشكلة لحلها في أي قطاع إن كان أو في أي وزارة كانت أو في أي كانت. يعني إيش قد طاف علينا على تأسيس ممتلكات؟ من 2006 تأسست شركة ممتلكات وما زالت تشكل عبء على الميزانية العامة للدولة على الحكومة. شفتوا إنتوا إيش قد الخسائر اللي ثلاث بس أنا شركات قلت لكم إياها من أساس 100 وشيء شركة تملكها الحكومة. الهيئات اللي ما أدش اللي يغدر أزم من 420 مليون أو 100 مليون ما أدش في الميزانية العامة للدولة. عندنا الميزانية العامة للدولة، هل يؤخذ الدين العام لتغطية العجزات في الميزانية العامة للدولة، العجز اللي موجود؟ ليش شح في الإيرادات وتضخم في المصروفات؟ هل تستدين الدولة تغطية العجزات في الميزانية العامة للدولة أو تستدين أكثر بكثير من العجز اللي موجود في الميزانية العامة للدولة؟ الدولة استدانت 1.5 مليار في 2018، إنما العجز كان 1.3 مليار. في 2017 تقريبا 1.7 مليار استدانت، إنما العجز كان 1.2 مليار. فالاستدانة أكثر بكثير من العجوزات اللي موجودة في الميزانية العامة للدولة. تلاحظون بين الحين والآخر فرض رسوم سواء كانت بقانون أو بقرارات. يعني إذا الوضع الاقتصادي في حالة ركود، كيف أن أتي وأفرض كثير من الضرائب أو كثير من الرسوم على اقتصاد راكد وليس فيه حركة؟ فهذه السياسات تحتاج إلى مراجعة شاملة. أنا لو عندي شركة خلال سنة أو سنتين لما أشوفها تخسرني ببندها، فما بالك أكثر من 18 سنة وهذه الشركات موجودة وتخسر الدولة بالمليارات وليس بالملايين وما زالت موجودة وتدعم من قبل الحكومة. الوضع الاقتصادي بالنسبة حق التوازن المالي، تسهيل إجراءات الحكومية. يعني الإجراءات الحكومية أنا إذا قالوا لي في دبي بطلع سجل أطلع في ساعات، هني في أشهر. إجراءات كل مكان عقدك أزم من الثاني. شلون أنا أجيب أجذب رؤوس الأموال وأجذب المستثمرين وسهل هذه؟ هل هذا كلام يعني بس مجرد مكتوب أو على الواقع؟ يعني إحنا نبي شيء ملموس على أرض الواقع. هل هذا الكلام اللي مكتوب في برنامج عمل الحكومة موجود فيه على أرض الواقع أو كلام إنشائي بس موجود؟ لكن أي حق الواقع أشوف شيء ثاني. جذب الاستثمارات، دعم سوق العمل وتعزيز دور المؤسسات والقطاع الخاص. أنتوا شايفين المحلات كلها قاعد تبنى، رؤوس الأموال قاعد تطلع، المؤسسات الصغيرة والكبيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من 2006 ليومك أكثر من 5000 شركة بندت. يعني اليوم أنا شفت نوع من الواتساب بالنسبة حق وزير العمل يقول عندنا تقريبا كذا عاطل بس بنوظف 2500 عاطل. يعني تكلم عن المبلغ عن العدد 10 أضعاف. التوازن المالي، بعد وضع التوازن المالي تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، احنا ما نشوف هذه على أرض الواقع، ما شفناه يعني مو موجود لحد الآن. بدخ في هذه المصروفات مثل ما انتم شايفين، مو قاعدة يكون هناك نوع من الحد من المصروفات. طرح هالمبادرات اللي قامت فيها الحكومة، طرح برنامج تقاعد اختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة، وهذه أكبر خطأ قامت فيه الحكومة بطرح هذا
اللي هو البرنامج الاختياري للتقاعد، لأن قبل 8 أشهر كانت الحكومة تبي ترفع سن التقاعد من 55 إلى 60 ومن 60 إلى 65، وكان هذه القانون مطروح علينا في مجلس النواب وسحب بغدرة قادر. والحين من قبل 4 أشهر أو 6 أشهر نشوف أن الحكومة تدلل على هذا التقاعد الاختياري اللي هو التقاعد المبكر بمفهومه الصحيح. أنا ما أدري يعني كيف هذه المبادرات بتأخذ استرداد الكلفة، شلون يتم استرداد الكلفة، من يسترد الكلفة، أي وزارة ترد الكلفة، وشلون يكون طريقة استرداد الكلفة هذه؟ هل كل وزارة تنحر فيني من صوب علشان ترد كلفتها؟ إذا أنا بطبع سجل تجاري ب5 دينار ويأخذون عليه 200 دينار، هل هذا استرداد كلفة؟ بوصل أي خدمة بدينار يأخذون عليه 20 دينار. تسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات الغير نفطية، طبعا زيادة الغير نفطية مو مدروسة، والقرارات ارتجالية وليس قرارات مدروسة من أرض الواقع والجلوس مع أصحاب الأشخاص المعنيين في جميع القطاعات. أنا ما أفرض رسوم أو أي ضرائب على أي قطاع إلا يجب أقعد مع نفس ما قال قانون هيئة تنظيم سوق العمل، يجب أن أخذ رأي المستفيدين من هذه الفئات، هذه القطاعات يجب أن أجلس معها. ولكن إحنا نلاحظ أن الرسوم تزيد والضرائب قاعدة تزيد، ولا حد يقعد ويا أي قطاع ولا ويا أي ناس علشان يأخذ رأيهم ويكون هناك يعني ألقى نوع من الاستراتيجيات التصحيحية. رؤية البحرين 2030، الاستدامة، التنافسية، العدالة. هل يوجد مراجعة شاملة لهذه الرؤية كل 5 سنوات أو كل 2؟ إلى أين نحن ذاهبون؟ هذه السؤال نطرحها على المسؤولين في الدولة والمسؤولين عن رؤية البحرين. الدعم الخليجي يأتي بشكل منح، بشكل مشاريع من الدول الخليجية المانحة. لا توجد أي رقابة على الدعم الخليجي ولا شفافية بالنسبة حق 10 مليار للدش اللي هي 377 مليون دينار بحريني سنويا. طبعا أنا خذيت تقريبا هذا من وقتي، طوفت الوقت المحدد لي، أتأسف، بس هذا يعني خلانا أن إحنا نطرح أمور كثيرة وبشكل موسع، وفي أمور أكثر بعد ما قدرنا نطرحها لأن الوقت ما يسعنا. في أمور أكثر لو احنا تطرقنا لهذه الشركات الخسرانة ونسبة خسارتها والدولة تدفعها مليارات الدنانير تروح. فلهذا السبب احنا في الوضع المالي والوضع الاقتصادي اللي احنا عليه، واللي احنا كان محور حديثنا اليوم ان احنا نكون نتكلم عن نوع من الميزانية العامة للدولة تكون فيها الإيرادات تساوي المصروفات، ونوع خلق نوع من الفوائد، اقتصاد وطني يحس فيه المواطن أنه هو ينتمي لهذا البلد وعنده نوع من الأريحية في التعامل مع جميع الجهات الخدمية اللي تعامل وياها. أين المخرج؟ ما يوجد أفق علشان أن احنا نتفائل من أجل نشوف الأمور سوداوية قدامنا. وشارككم على حسن استماعكم وسامحونا على الإطالة. شكرا جزيلا. في الحقيقة يعني احنا سمحنا بالإطالة لأن كان عرض ممتع حقيقة ومتسلسل ويدور كله حول عنوان الندوة، وهو عرض للحسابات المالية ومن ثم علاقتها ب الاقتصاد الوطني. وأعتقد أنه كان عرض ممتع وموفق وممتاز ومليء بالأرقام والمؤشرات. فالشكر الجزيل لك أستاذ أحمد، وحاليا نفتح الباب إذا في أي تساؤلات أو أيوة نأخذ الأسماء. مراد بعد رياض
تشتغل. اي تفضل اعطي الاخ السيد مراد. تفضل السيد مراد. السلام عليكم. طالب طبعا هاي الارقام اللي عندك اعطيتك الميزانيه هاي واحده من الاسباب اللي خلتك ما تنجح في 2018. وما تبي تكشف تربح روحك ما شاء الله يعني الارقام كلها معروفه ان شاء الله. سؤالي هو انت قلت انه ما تدخل في الميزانيه، ما تدخل في الميزانيه، انت اللي كنت نائب البرلمان. ليش ما حليت او وضحت هذا الشيء؟ وين تروح الفلوس؟ هل هي تسرق؟ ولا في تابس ناوي يتصرف عليهم؟ يعني شيء احنا عارفينه كلنا، بس ليش دائما تقول مو عارف وين تروح؟ في وكيل وزاره الماليه تقاعد يسال يقول له شنو صار؟ يقول لك ما اعرف شيء. يعني كل واحد يقول ما اعرف ما اعرف ما اعرف. ليش ما نكون صريحين؟ لا انت كنت عندك الحصانه كان تكلم قلت والله المال الفلاني يروح المكان الفلاني او الدوله تسرق المال هذه. يعني على بينا. والسؤال الثاني الدعم الخليجي طبعا هي تعطي مثلا قصور ولا سكان ولا مشاريع باي باي باي. الدوله تاخذ هذه الفلوس تدخلها مثلا وزاره السكان وين تروح؟ طبعا دعم خليجي هذه ليش تنحسب على المواطن؟ كان سكان كان خدمات او كان اشياء كثيره من المواطنين. وتكلمت انت عن التقاعد، شنو الاسباب اللي كان سن التقاعد رفعوا ل 61 على انه اختياري؟ كنت بلاوي مع شكرا. شكرا. الاخ رياض. بالبدايه نشكر احمد وما سرد عن سؤالي هذا، بس انا عندي نقطه على العنوان. اين المخرج؟ يشكون أين المخرج في العنوان. أنا أقول المخرج لهم بأمثال وأشكال هذول يتكلمون صراحة، لأن السنين راحت ما حد يتكلم. المثقفين والهذي يكون لهم دور يقولون يحطون النقاط على الحروف. أما سكوت المثقف والنفاق والمجاملات اللي تصير بالجرائد بعد اقتصادنا قوي ومشاريعنا قوية والفورمولا دخلت ملايين وفنادق 80%. هذه اللي تخلي الناس ساكتة. المخرج هو الناس تتكلم، ناس المثقفين والاقتصاديين المطلوب يتكلمون عن الوضع الحالي. شكرا. يا حد تفضل تفضل استاذ. شكرا للاخ الرئيس وشكرا موصول للاستاذ احمد. حقيقه البركه جميلة وسلطت الضوء على الواقع حتى يعني أفق ختام الورقة من الأفق مسدود، ولكن هذه يعني رسالة اقتصادية شاملة لاستنهاض الواقع الاقتصادي في البلد. يجب الآن التكاتف من الجميع. المسائل الثلاثة اللي بينت الأهمية السياسية والأهمية الاقتصادية والاجتماعية، أنا أشوف هاي الثلاث المسائل تصبح ضرورة حتمية الآن لاستنهاض الواقع الاقتصادي في البلد، وهو أساس كل التراجعات اللي حدثت الآن وتداعياتها على مجتمعنا مما أدى إلى يعني الطبقات في هذا المجتمع تنتهي، الطبقة الوسطى وحتى ذوي الدخل المحدود، وتبقى لنا طبقتين لها طبقة صغيرة متنفذة وطبقة جامعة تعيش يعني في مستوى غير مريح في داخل هذا البلد. لذلك يجب الاصلاحات، الاصلاحات يعني تشمل ثلاثه المسائل. الاهميه السياسيه يجب ان يكون هناك اصلاح سياسي حقيقي في داخل مناخ ديمقراطي. تقرير التنميه الانسانيه في الوطن العربي اكد على اهميه الحكم الصالح ودستور الحريه. الان آل الاوان الى هذه الاصلاحات السياسيه وتكون هناك فصل السلطات وحريه الراي والتعبير. هذه لا يمكن استثنائها في رسمه اقتصاديه بعيده عن في النمو الاقتصادي او التنميه المستدامه. ايضا الاصلاح الاقتصادي للحكومه بينت اصلاحات الاقتصاديه مثل ما تفضلت برؤيتها. وبينا قال والله اصلاح الاقتصاد واصلاح سوق العمل واصلاح التعليم. هذه ثلاثة الأعمدة أيضا تصدعت الآن، لا يوجد إصلاح مثل ما تفضلت بورقتك، لا توجد هذه الإصلاحات الثلاثة،
بل الآن الوضع أصبح أكثر سوءاً في هذه الأماكن الثلاثة. التعليم تراجع بشكل كبير، سوق العمل الآن مخرجاته فوق 50,000 العمالة المهاجرة ذات الأجور المتدنية، وضعها أيضاً المعيشي والإنتاجي سيء وهش، وعمالة اقتصادية أو عمالة بحرينية مخرجات تعليم عالي جامعي عاطلة عن العمل. أي وين الإصلاح الحقيقي في هذا البعد لسوق العمل؟ وإذا رجعنا على موضوع الآخر، موضوع الجانب الاجتماعي وأهمية البعد الاجتماعي، نفس الآن التراجعات الدستور مثل ما تفضلت يأكد على أن الاقتصاد يجب أن يأخذ البعد في العدالة الاجتماعية. أنا أشوف العدالة الاجتماعية الحين غيبت في المجتمع، لا تتواجد بشكلها الصحيح، إن كان على الحد الأدنى للأجر للحفاظ على كرامة العام المواطن، أو كان حتى على مكانة المواطن في مثل ما بيّن في تراجعاته في جانب السكن والتعليم والصحة، والتراجعات كبيرة. نحتاج في كل موقع، في جانب السياسي إصلاحات، في الجانب الاقتصادي نبي يكون هناك حوار اجتماعي مؤسسي بين أطراف الإنتاج الثلاث مغيبة، الجانب الحكومي كطرف، أصحاب العمل كطرف، والعمال في اتحاداتهم كطرف، جلسون يناقشون كل هالواقع المتفجع في البعد الاقتصادي الاجتماعي. العدالة الاجتماعية الناقوسة، العولمة الاقتصادية عالميا وضع لها ناقوس مكررة دائما، إن والله قالوا عدالة اجتماعية من أجل عولمة عادلة. الآن الوضع الاقتصادي متراجع، أيضا العدالة الاجتماعية تتراجع في هذا البلد، والعمالة الوطنية تتضرر والمواطن يتضرر. فأنا أشوف الأفق يعني حقيقة ما تفضلت أن الأفق يعني ما يبشر بالخير، ولكن يجب أن تكون الإصلاحات الثلاثة ليكون أفق حقيقي في هذا البلد. شكرا. الله خلا وراء هذا أحمد، هذا يعني ما تحدث علميا، ما تحدث لا سياسة ولا اجتماع ولا هذا. ليش تعتمد على الميزانية؟ تعتمد على الحساب الختامي. يعني لما تتحدث الآن عن ميزانية السابقة، افترض أن داخل الحسابات الختامية 2019-2020 لو أنت قدمت الآن الميزانية أوكي، بس الحسابات الختامية موجودة عندك. أنا أنت كنت البرلمان أفضل كبير الحسابات الختامية، لأن لا يمكن أن يكون في عجز بهذه الصورة وحساب ختامي عنده. لا، غير الصورة كلها بطاطا. رقم اثنين، احنا نلقي رأي صندوق النقد الدولي بمسألة إعداد الميزانية لمدة سنتين، إيش قال؟ هل في رأي عندك؟ هل تحدث في الموضوع؟ رقم ثلاثة، عندك الدين العام بأي عملة؟ وما هو تأثيره على ميزان المدفوعات؟ بأي عملة يؤخذ الدين العام؟ تكون فكرني وتكون في ما سكتنا من البحرين والمصرف البحرين المركزي، بأي عملة؟ 97% بالدينار البحريني. وهذا الإشكال اللي مخلي الحكومة قلتنا 97%، أنتم ما تأخذوا بالعملة الأجنبية، لو تأخذوا بالعملة الأجنبية يأثر على ميزان يعني بقديم سلم كله. لو تطالع الآن حتى الجرائد موجود، سندات الخزينة وسندات الحكومة وسندات التنمية، هذه كده موجودة وتصدر بشفافية، تصدر في الجريدة إلا بالعملة المحلية وليس بالعملة. أنا أعرف في الجرائد وعندي بعدين حديث معاكم. شكرا. ايه تفضل. احنا طبعا بني حق الاخ مراد ورياض ومحمد وعيسى عبد ابو سعد. مراد سأل عن ليش يمكن في البرلمان ما تكلمت عن الميزانية العامة للدولة. كان سمعته قبل شهر مجلس النواب ومجلس الشورى رفض قانون دخول جميع الإيرادات في الميزانية العامة للدولة. هذا القانون أنا مقدمه، تم رفضه من قبل البرلمان.
الحين في نوع من السجال ما بين مجلس الشورى ومجلس النواب انه يقولون 50% من الايرادات تدش في الميزانيه او الجهات تدش في الميزانيه العامه للدوله او 50% من ايرادات تدش في الميزانيه العامه للدوله. لحد الان الرؤيه عندهم غير واضحه بعد. فهذه قدمنا اقتراح بقانون ورفض هذا الاقتراح بقانون عن دخول جميع الايرادات اللي شفت اللي انا عرضتها هذه كلها حطيناها في القانون ودخلناها في بشكل قانون. لان لا يطبق الا بقانون. ما جاء بقانون يجب ان يلقى بقانون وليس بقرار. فاحنا قدمنا اقتراح بقانون وهذا الموجود صار في مجلس الشورى ازم من سنتين او ثلاث سنوات. يوم احنا طلعنا خلصت من التو تدرون انتم من 20 يوم ان دخول جميع الايرادات تم رفضه من قبل مجلس النواب او صار نوع من المهادنه ولحد الان وقفوه هذا القانون. هذه واحد. بالنسبه حق الدعم الخليجي يجب ان يكون هناك نوع من الشفافيه. الدعم الخليجي حق جميع الوزارات الخدماتيه، حق الاسكان، حق التعليم، بناء المدارس، حق الصحه، بناء المستشفيات، حق الاشغال، بناء الشوارع والجسور، وهذه هاي كل الوزارات الخدماتيه تستفيد منه. بالنسبه حق التقاعد المبكر مثل ما قلت لكم، التقاعد هذه الاختياري اللي طرح هذه هل طرح بدراسه بضوابط؟ هذه عقب سنتين بتشوفون اثاره على 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 اللي طلعوا هذا التقاعد الاختياري، وراح تشوفونه اثره. الحكومه يا تبي تقلل من المصاريف المتكرره من 1.5 مليار ل 700 او 800 او 900 مليون، فقالت انا خلي اطلع هذه الفئه عشان اقلل الضغط على الميزانيات المصروفات المتكرره. ومن جانب اخر الاستمراريه في الصناديق او الاستمراريه في الصناديق التقاعديه ما راح تستمر. هاي الصناديق التقاعديه العجز الاكتواري راح يقل وراح تكون هناك فجوه كبيره من 25 مليون كنا بتوصل مليار وشيء في فتره كلش وجيزه اقل من 6 سنوات على حسب الحسبه هذه اللي سووها. فنوع من عدم الدرايه باتخاذ القرارات، يعني هل قرارات ارتجاليه او متسرعه وغير مدروسه؟ يجب ان تكون القرارات هاي مدروسه ويجب ان تكون متانيه. رجوع لاصحاب الشان على الاقل في اي موضوع إن كان، انا ما اتكلم عن مواضيع اي مواضيع عاديه. اين المخرج رياض قال؟ المخرج مثل ما تشوفون انتم ان احنا اللي نقراه في الجرايد ونقراه في هذه البرنامج عمل الحكومه مثل ما راويناكم، يعني برنامج عمل الحكومه او هذه النقاط الست بوكسات اللي احنا كنا حاطينها هني او خلقنا من التوازن المالي او ديوان الرقابه الماليه والاداريه اللي فيه كثير من المخالفات. المشكله ان ما في نوع من الشفافيه او نوع من يعني التمحيص والفحص في هذه الامور. الاخ محمد عبد الرحمن قال بالنسبه حق سوق العمل وعن الاصلاحات اللي في الدوله وعن الافق اللي موجود، اول شيء لازم نعترف احنا ان عندنا مشكله. هل عندنا احنا مشكله سياسيه ولا ما عندنا مشكله سياسيه؟ عندنا مشكله اجتماعيه ولا ما عندنا مشكله اجتماعيه؟ عندنا مشكله اقتصاديه ولا ما عندنا مشكله؟ يجب اول شيء نعترف، نحلل المشكله. اذا كان في مشكله يجب ان نعترف فيه، هناك مشكله يجب حلها. انا اقول لك الامور كلها طيبه وكلها زينه، يعني معناته مو قاعد اعترف ان عندي مشكله. الفلكسي فيزا هذه اللي جات، الفيزا المرنه هذه كابله تطلع اثارها على سوق العمل وعلى اصحاب العمل وعلى الدولة بشكل عام. يعني هل أنا سويت الفلكسي فيزا هذه الفيزا المرنة علشان بس أخذ مبالغ زيد من إيراداتي؟ شنو دور هيئة تنظيم سوق العمل؟ هي المنظم ما بين رب العمل والعامل. هي خذت الحين دور رب العمل، قامت تبيع الفيزا. يعني وين الحين احمن من القاضي ومن 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 ومن
يعني المجرم هنا ما تعرف من انت الحين، من يقاضي من؟ من يحاسب من؟ اذا انا المنظم، انا انظم العلاقه دوري في هيئه تنظيم سوق العمل، انظم العلاقه ما بين العامل ورب العمل. انا خذيت دور رب العمل الحين، دشيت ك على رب العمل، خذيت دوره، انا اللي قاعد ابيع الفيزا على العمال، وانا هاي من يراقبهم؟ من يتابعهم؟ ما في. زادت الامراض، زاد القمار، زاد السرقات، زادت البطاله، لان في وظائف لدى البحرينيين هاي قاعد ياخذونها الحين. فما في نوع من التجانس او نوع من الحلول اللي واحد يعني يقدر في المستقبل يقول ها هذا حل سريع. نشوف يعني مع الأسف الشديد كل حل أدمر من حل، كل ما تينا شيء ينا يعني كل مرة نتوقع شيء زين ينا أسوأ. نبي شيء يعني احنا بالعكس نتمنى الخير والبلد، وأن تكون بلدنا من أحسن البلدان في جميع المحافل وفي جميع القطاعات. احنا كنا الاول في قطاع التعليم، في قطاع الصحه، في قطاع الرياضه، في قطاعات جميعها، في القطاع البنكي، في قطاع المالي، في القطاع الطيران. احنا وين صرنا احنا؟ كل الاخير. لاحظ حواليك في الخليج، بتلاحظ اللي يديرون الشركات سواء كان بنوك، كبرى البنوك في منطقه الخليج او كبرى شركات الطيران او كبرى المؤسسات التعليميه كلهم بحرينيين. حتى المؤسسات المالية والمؤسسات النقدية بحرينيين. اللي يدير صندوق النقد العربي بحريني. في بنوك في السعودية، بنك سامبا يديره بحريني. يعني أحسب لك شنو وأخلي لك شنو؟ وايد قطاعات يديرونها بحرينيين. ليش إحنا ما يكون الأول في كل شيء؟ بالنسبة حق الأخ أبو سعد، الحسابات الختامية مال 2015 أنا عرضت ثلاث ميزانيات، ميزانية 2015 2016 2017 2018 هاي الحساب الختامي، 2019 2020 ما طلع عليها الحساب الختامي، حتى 2018 قصدي ما طلع على الحساب الختامي. يعني ثلاث ميزانيات فيها حساب ختامي وثلاث ميزانيات ما فيها حساب ختامي، لأن لحد الآن لم يخرج الحساب الختامي لهذه الميزانيات، فخذنا من الميزانيات نفسها اللي مو خذنا الاعتماد، خذنا ما خذنا الفعلي، خذنا الاعتماد. لو تشوفها في بعضها اعتماد وبعضها فعلي. بالنسبه حق صندوق النقد الدولي مثل ما تعرف انا وياك اشتغلنا ويا صندوق النقد الدولي ازم الخمس سنوات، وكنا نرافقهم من وزاره لوزاره ومن هيئه لهيئه. صندوق النقد الدولي من متى طرح على مملكه البحرين ان تتجه لتنويع مصادر الدخل؟ من زمان. الميزانية رأي في الميزانية ما قاعد تطبق الطموح، ما قاعد تطبق الطموح اللي احنا نصبوا له حق جميع القطاعات، ورويناك اياها بالارقام، بالارقام رويناك اياها ان وجود ايرادات كثيرة مع شح في المصاريف. فهذه شلون بيكون انا عندي نوع من التوازن في هذه الميزانيه؟ هذه واحده. اثنين، بالنسبه حق العجوزات اللي في الميزانيه، من الطبيعي اذا ما بيكون عندي ايرادات تساوي المصروفات بيكون عندي هناك عجز، والعجز بيخليني استلف. كان في الفتره السابقه ما قبل 2015 2016 كان يشكل الاقتراض الخارجي 60% والاقتراض الداخلي 40%. الحين صار الاقتراض الداخلي 60% والاقتراض الخارجي تقريبا او 70% والاقتراض الخارجي 30%، والله ان شاء الله ليب اليوم اللي احنا نقترض من صندوق النقد الدولي عشان لا يتحكم في اقتصادنا ويتحكم في سياساتنا. فالله لا يوصلنا لهذا اليوم. فما اتمنى احنا نوصل، انا اتمنى ان ما نوصل. اي انا اتمنى ان احنا ما نوصل لهذا اليوم، ان احنا نستدين من صندوق النقد الدولي عشان باكر يتحكم في جميع سياساتنا.
وتحكم في تعويض العملة مالتنا الدينار البحريني، باكر الدينار بيصبح ريال سعودي. أتمنى أن ما نوصل لهذا اليوم، الله يأخذ عمره قبل أن نشوفه اليوم. شكرا. هذه يعني باختصار باسمكم جميعا. إيه؟ بنواصل عقب الندوة وقفوا وتحاور. إيه تريد تورط الرجال يعني يقول لك وين تروحين. باسمكم جميعا راح نشكر الأستاذ أحمد صراحة على هذا العرض المتميز، وإلى لقاءات قادمة ومع السلامة.